بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. كشفت الفنانة إيمان السيد رغبتها في الاعتزال قريبا، لافتة إلى أن شعورها الملح بضرورة الابتعاد عن الوسط الفني بيتزايد بمرور الوقت رغم مثابرتها محاولة الاستمرار بقدر استطاعتها، لكن يبدو أنها تعاني من تراجع مشاعرها تجاه البقاء في المهنة لوقت أطول. وقالت إيمان السيد عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك: رغبة ملحة وبتزيد مع الوقت في ترك المهنة، في حين تتساءل إيمي طلعت زكريا عن الأسباب قائلة: دي هلاوس بعد العرض المسرحي. لتجيبها إيمان السيد: المسرحية ملهاش علاقة، المشكلة في التصوير. وبتعود موضحة السبب: أنا مشكلتي مش الجمهور، مشكلة الصناعة، فين المهنة أصلا دلوقتي؟ الموضوع مبقاش مستاهل حرق الدم. ونصحها أحد المتابعين ادعاء الانتحار حتى تحصل على أدوار فنية، لافتا بطريقة غير مباشرة إلى مساعدات عدد من الفنانين مع منى فاروق، قائلا: أقولك اعملي بس مباشر من الإمارات وهددي بالانتحار وهتلاقي الوسط كله شغالك. لكن إيمان السيد ردت عليه وقالت: ربنا يفك دقتها. وطالبها الجمهور بالاستمرار والتماسك، وعلق أحد المتابعين وقال لها: اوعي تقولي كده. وعلق آخر وقال لها: معلش هي فترة عصيبة وإن شاء الله ربنا هيفرجها على الكل. وعلق متابع آخر وقال لها: إن فترات الشتاء بتصيب الإنسان بالاكتئاب، وربما ذاك السبب الحقيقي وراء هذا الاكتئاب هو اكتئاب الشتاء. ويذكر إن إيمان السيد بتشارك في الوقت الحالي بمسلسل ونحب تاني ليه، وهو عمل درامي رومانسي في إطار كوميدي، وسيذاع في رمضان المقبل من بطولة ياسمين عبد العزيز. ويناقش المسلسل الكثير من قضايا المرأة أبرزها قضية انفصال الأزواج، ويتطرق السيناريو إلى قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته وكيفية التعامل معها في ظل الأزمات الفكرية والتربوية وغيرها.